من اللحظات السعيدة في شغلتنا رغم ما فيها من شد عصبي وتوتر إنك تشعر في يوم من الأيام إنك قدرت توصل رسالة أو استغاثة أو شكوى لمواطن من مواطني البلد. امبارح عرضنا لحضراتكم رسائل واستغاثات جات لنا من أحمد حسين ابن محافظة غربية مركز طنطا، واللي انقطعت بيه السبل في دولة موزمبيق بأفريقيا، وأصيب بالتيفود قبل شهرين، عمل ست عمليات فاشلة خلال الشهرين، والآن ينام في واحدة من المستشفيات الموزمبيقية، يعني يبحث عن طيارة تنقله من موزمبيق للقاهرة. ده شكل أحمد قبل الحادث أو قبل المرض، وده شكل أحمد بعد المرض. عرضنا لحضراتكم أيضا فيديو بعته لنا شقيق أحمد حسين بيشرح في أحمد هو عايز إيه من البلد وإيه مشكلته بالظبط. أفكر حضراتكم كده بالفيديو، ماذا قال أحمد امبارح أحد المواطنين العالقين في موزمبيق؟ نتابع. تعبان في موزمبيق، سافرت موزمبيق السنة اللي فاتت عشان أشتغل وآكل عيش، وتعبت دلوقتي وجالي تليفون بقالي شهرين اتنين وقاعد اهو رايح تعبان مش قادر اتكلم ومش عارف انزل تحت. وبصوا بتعالج ازاي؟ بتعالج ازاي يعني؟ ها؟ انا ما كنتش كده، شكلي بعمل ازاي؟ شكلي بعمل ازاي؟ انا مش عايز منك حاجه، انا عايز منك كله يعني تجهيز لطياره، وانا هدفع فلوس 2000 دولار 10000 دولار 20000 معايا فلوس. مش هقول لك انا معايا فلوس، معايا فلوس، انا معايا ناس شغاله معايا اهي. هم اللي بيكذبوني، السمر هنا ما بيكذبوش حد، الناس في موزمبيق ما بيكذبوش حد، وزمايلي معايا اهو. وعبر الهاتف عرضنا لحضراتكم امبارح استغاثه سمير اخو احمد، واللي طالب السلطات المصريه، وزيره الهجره، رئاسه مجلس الوزراء، اي حد في البلد يتدخل عشان يلحق اخوه اللي النهارده في صراع مع الوقت. كل يوم الحاله بتتاخر وكل يوم الحاله بتزداد سوء. الحمد لله بعد اقل من ساعتين من اذاعه حلقه امس ومداخله شقيق احمد، كلمني شقيق احمد مره ثانيه وعيلته عشان يبلغوني ان الحمد لله وزاره الهجره استجابت، وبيان عن رئاسة مجلس الوزراء صادر عن وزارة الهجرة ووزارة الدولة وشؤون المصريين بالخارج، استجابة فورية من الهجرة لاستغاثة شاب مصري في موزمبيق. وزيرة الهجرة السفيرة سهى جندي قالت انها عملت اتصال امس مباشر الساعة 11 بالليل مع الشاب المصري احمد حسين عبد الفتاح والمقيم بموزمبيق، بعد ما رصدت الوزارة استغاثة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث فيها أخوه وتحدث فيها بعض أشقائه. بطبيعة الحال بنشكر وزارة الهجرة المصرية السفيرة سهى جندي، واللي يعتبر أول تحرك لها بعد يعني ما أصبحت وزيرة الهجرة، وشكرا لأي حد ساعد في هذا الموضوع. شكرا أيضا للشباب المصري اللي عايش في موزمبيق واللي أنفق خلال الشهور اللي فاتت ما يزيد عن 18,000 دولار، منهم مصاريف على العمليات وإعانة، وساب شغله عشان يقف جنب زميله أحمد حسين. من جديد بنشكر أي حد اتدخل لحل أزمة أحمد. قريبا أحمد في القاهرة وفي واحدة من مستشفيات البلد ينال القسط وينال حظه من العلاج اللي بتقدمه بلده. كمواطن مصري يستحق الدعم، مواطن كان في يوم من الأيام بيخدم بلده في الجيش المصري، النهاردة أحمد موجود في موزمبيق، من حقه علينا، من حقه كبلد، كمواطن، كحكومة، كأي حد يتدخل عشان يرجع له حقه.